بالإبقاء على 14 وزيرا من الحكومة المستقيلة وضم 7 وزراء جدد، خرج اليوم الأول من مشاورات رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب لتشكيل حكومته. الوجوه الجديدة كانت من نصيب وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والكهرباء والتموين والقوى العاملة والهجرة والطيران المدني والإنتاج الحربي. كما تمخض اليوم الأول عن مشاورات تشكيل الحكومة عن ضم وزارتي التعاون الدولي إلى التخطيط وأيضا الرياضة إلى الشباب، كذلك البحث العلمي إلى التعليم العالي والاستثمار إلى التجارة الخارجية. حكومة العمل وحل المشكلات كما أسماها رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب. مشاوراته أسفرت عن بقاء عدد من الوزراء من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، حيث التقى محلب اللواء عادل لبيب وكلفه بتولي وزارتي التنمية المحلية والتنمية الإدارية دون دمجهما. أول اهتماماتنا إن شاء الله في التشكيل الجديد بالنسبة للوزارتين إن أنا هبدأ بمشروع جديد وهو مشروع تشغيل الشباب، وهو المشروع ده تم دراسته خلال الفترة الماضية وإن شاء الله ده هيتم التركيز عليه. كما كلف المهندس محلب اللواء محمد إبراهيم بتولي وزارة الداخلية. بإذن الله هيبقى في تغيير بالنسبة للخطط الأمنية، هيبقى في دعم لوجستي كامل من الحكومة بإذن الله لتطوير الأداء في الفترة القادمة واستتباب الأمن في ربوع مصر. كذلك التقى محلب المهندس شريف إسماعيل وكلفه بالاستمرار في تولي وزارة البترول. في خلال الفترة القادمة هيبقى التركيز على زيادة الإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وتطوير البنية مشروعات تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية فيما يخص شبكات خطوط الأنابيب وفيما يخص المعامل. كما كلف المهندس محلب الدكتورة درية شرف الدين بتولي وزارة الإعلام. على الإعلام المصري العام والخاص أن يتميز بالمهنية وأن يتميز بالوطنية وأن يعلي مصلحة الوطن في تناوله للأشخاص وفي تناوله أيضا للأحداث التي تمر بها مصر. والتقى رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب بالسيد هشام زعزوع وكلفه بالاستمرار في تولي وزارة السياحة. إن شاء الله الفترة الجاية نكمل المشوار بتاعنا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية، منها بالتأكيد الداخلية عشان البعد الأمني في ملف السياحة، ولكن أيضا هيكون في تعاون وثيق جدا حسب تكليفات وتعليمات رئيس الوزراء على مع بقية الوزراء المعنيين مثل الطيران وأيضا الآثار والبيئة وكل الوزارات المعنية بإذن الله نتعاون في تناغم كامل عشان نحقق أهدافنا في قطاع السياحة بإذن الله. والتقى المهندس محلب الدكتور أشرف العربي وكلفه بتولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي. أهمية إن شاء الله مساندة مجموعة من القطاعات المهمة جدا، في مقدمتها القطاعات الشركات قطاع الأعمال العام، قطاعات الصناعة، قطاعات الثقافة، التعليم الفني، الاهتمام بدور الشباب في الفترة القادمة. كذلك التقى المهندس محلب بالدكتور محمد مختار جمعة وكلفه بتولي وزارة الأوقاف. إن شاء الله سنعمل على مزيد من ضبط الخطاب الديني وفق سماحة الإسلام ومواجهة كل ألوان التشدد. كما التقى المهندس إبراهيم محلب السيد محمد إبراهيم وكلفه بتولي وزارة الآثار. إن شاء الله بإذن الله تعالى حيرى الشعب المصري الكثير من الإنجازات السريعة على الأرض، وأبرز الإنجازات اللي إن شاء الله هتتم في فترة قريبة جدا وهو إرجاع شارع المعز إلى ما كان عليه بل أحسن مما كان عليه. كما التقى المهندس إبراهيم محلب الدكتور محمود أبو النصر وكلفه بتولي وزارة التربية والتعليم. احنا مهتمين وعندنا خطة للتعليم الفني، فإن شاء الله هنفعلها بدعم من الرئاسة ودعم من سيادة رئيس الوزراء. إن شاء الله هيبقى في تعاون كبير جدا بين الوزارات المعنية في موضوع التعليم الفني والتدريب المهني. والتقى المهندس محلب المهندس عاطف حلمي وكلفه بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تكلمنا عن بعض المشاريع اللي كنا سبق ان احنا تناولناها بإنشاء القرى التكنولوجية في محافظات مصر،
في الاستمرار في جذب الاستثمار، في الاستمرار في خلق الوظائف لشبابنا الواعد. كما التقى محلب الدكتور منير فخري عبد النور وكلفه بتولي وزارة التجارة والاستثمار. هدف الوزارة هو استعادة ثقة المستثمر الأجنبي واستعادة ثقة الأسواق المالية، سواء كانت الأسواق المالية الداخلية أو الأسواق المالية الخارجية. كذلك التقى المهندس إبراهيم محلب المستشار محمد أمين المهدي، حيث كلفه بتولي وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب. إعداد إن شاء الله للاستحقاق القادم في خارطة الطريق، وهو تكوين برلمان مصري نعتز به جميعا، ويعتبر تأكيدا لخطوات على طريق الديمقراطية التي بإذن الله سننعم بها جميعا. كما التقى المهندس إبراهيم محلب المهندس خالد عبد العزيز وكلفه بتولي وزارة الشباب والرياضة. الجميع يعلم أهمية التعامل مع الشباب واحتواء الشباب، بالإضافة إلى الرياضة التي أصبحت النهاردة قطاع كبير جدا من الدولة، يصل إلى عدة ملايين يهتم بشؤون الرياضة. أيضا التقى المهندس محلب الدكتور أيمن فريد أبو حديد وكلفه بالاستمرار في تولي وزارة الزراعة. نتعهد بأن كل المشاكل الخاصة بالفلاحين والإنتاج الزراعي تجد حل مناسب. هناك شركات استصلاح الأراضي الموجودة في وزارة الزراعة يجب أن يعاد صياغتها وهيكلتها ويتاح لها فرصة العمل في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية. ولأن الأنظار تتجه دائما لما هو جديد، كشف محلب حتى الآن عن عدد من الوجوه الجديدة بتشكيلته، والتي شملت في أغلبها حقائب تمس مشاكل المواطنين اليومية، حيث التقى المهندس إبراهيم محلب الدكتورة ناهد حسن عشري التي تم اختيارها لتولي وزارة القوى العاملة والهجرة. الاهتمام بمطالب العمال والتحاور معاهم، عنده ثقة كبيرة جدا في عمال مصر، عنده ثقة في وطنيتهم، عنده ثقة إن هم السلاح اللي بيستعين بهم الوطن وقت الأزمات. وكلف المهندس محلب الدكتورة غادة والي بتولي وزارة التضامن الاجتماعي. تركيزنا في المرحلة القادمة هيكون على الاستهداف بكل الخدمات، الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، دول اللي كل مجهودنا هيوجه ليهم. كما كلف المهندس إبراهيم محلب الدكتور محمد شاكر بتولي وزارة الكهرباء. الفترة قصيرة، لكن إن شاء الله احنا هنبذل جهد كبير. اهتم أيضا بالطاقة الجديدة المتجددة، وقال لي على فكرة احنا اللي بيشتغل معانا ما بيشتغلش أقل من 12 ساعة في اليوم. كذلك التقى المهندس محلب رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين خالد حنفي وكلفه بتولي حقيبة التموين والتجارة الداخلية. التعامل مع الملفات الخاصة بالمواطن أن يعامل بكرامة، وخاصة فيما يتعلق برغيف العيش، فيما يتعلق بالدعم، فيما يتعلق بتطوير منظومة التداول واللوجستيات. وكلف المهندس محلب الدكتور أشرف منصور بتولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فأولويتنا اللي هي ربط الجامعة بالصناعة والبحث العلمي بالصناعة والتعاون في مجال التدريب الفني والتعليم الفني والحرفي والتحويل. والتقى المهندس إبراهيم محلب المهندس إبراهيم يونس وكلفه بتولي وزارة الإنتاج الحربي. إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونستكمل مسيرة تطوير وحدات الإنتاج الحربي بشقائها، سواء كانت الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع. كما كلف المهندس إبراهيم محلب الكابتن طيار حسام كمال بتولي وزارة الطيران المدني. إن شاء الله التوجيه بتاعنا هيكون خاص بمطارات جمهورية مصر العربية، تطوير المطارات، تطوير الموارد البشرية سواء على مجال في مجال المطار أو في مجال مصر طيران والأكاديمية اللي هي الأماكن أو الشركات القابضة اللي بتتبع الوزارة. من تلك التكليفات نلاحظ دمج عدد من الوزارات وفصل أخرى عن بعضها، حيث تقرر ضم التعاون الدولي إلى التخطيط والرياضة إلى الشباب، وكذلك ضم مجلس النواب إلى العدالة الانتقالية والتعليم العالي إلى البحث العلمي والاستثمار إلى التجارة الخارجية التي تم فصل الصناعة عنها، اتجاه جاء ليتناسب مع تحديات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، ما بين وضع اقتصادي يؤرق المواطن المصري
وآمال وطموحات في حكومة ينتظر منها المزيد. محمد جمال، التلفزيون المصري.